إحنا عندنا الحمد لله والشكر لله مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيحاول أن يحافظ وقلت لحضراتكم يوم الأربعاء اللي فات. إنه انتظروا الفترة القادمة هتسمعوا أخبار كويسة. هتسمعوا أخبار كويسة، بداية الأخبار الكويسة كانت إيه؟ وأنا كان عندي معلومات كتير جدا فيما يخص هذا الأمر تحديدا اللي هو موضوع نقل مباراة النادي الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة مع السماح للمشجعين بكافه ادوات التشجيع انا عندي معلومات كب... كثيره جدا بخصوص هذا الامر عارفها بقالي اسبوعين ثلاثه على فكره انا مش هتكلم بالاسماء انا بس هقول ان نائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق كان رئيس هذه رئيس اللجنه رئيس لجنه الجمهور خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا مع بقيه اعضاء اللجنه الدكتور مهند ودكتور محمد سراج والاستاذ محمد الجرحي ولو في حد ناسي اسمه يا شباب بيقولوا لي خلال الفتره اللي فاتت اتعملت ثلاثة اربع خمس اجتماعات الغرض من هذه الاجتماعات ان هناك بعض الامور اللي كانت بتحصل مع النادي انا عارف المواضيع دي بقالي اربع تلات اربع اسابيع وهذه اللجنه ماشيه في الموضوع ده لغايه لما اتحل الحمد لله اول امبارح كابتن خطيب كان دايما بيتابع مثل هذه الامور وبيتدخل في الاوقات المناسبه. خلي بال حضراتكم من هذا الامر. فالاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا كان فيهم اجتماعات كثيره جدا بغرض شيء واحد فقط. نعرف ايه اللي بيحصل مع جمهور النادي الاهلي؟ وبالفعل كل طلبات جمهور النادي الاهلي تم تحقيقها. كل طلبات جمهور النادي الاهلي تم تحقيقها حضرتك عايز او الجهاز الفني عايز يلعب المباراه في استاد القاهره تم تغييره بالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم او امبارح نادي بيراميدز عمل بيان قال فيه يبدي اندهاشه هو حر طبعا كنادي هم حرين ودكتور محمد شوقي طبعا عضو لجنه الجماهير نادي نادي بيراميدز هم حرين يكتبوا اللي هم عايزينه ويعملوا اللي هم عايزينه ولكن انا هنا هتكلم على الجانب الاخر النادي الاهلي نادي حريص على تطبيق المبادئ او انا اسف تطبيق اللوائح والقوانين فنادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيعملها بناء على لوائح وقوانين النادي الاهلي في بدايه السنه عمل ايه وطبعا انا هنا بقى جمهور الاهلي في بدايه السنه دايما بيطلب منك ان انت تحط ملعب وملعب بديل نادي الاهلي ملعبه الاهلي والسلام الملعب البديل استاد القاهره وبالتالي يحق للنادي الاهلي ان يغير مبارياته من ملعب استاد السلام لملعب استاد القاهره آه دون أن يكون هناك أي عائق في هذا الأمر أي عائق لائحي أو قانوني ولكن هناك البعض بيحاول أن هو يسخن مش عارف يسخن لعبته إزاي أو يقول لهم أن أنا هو يهمه أن هو يكسب الأهلي يعني عايزين يكسبوا الأهلي بس مش حاجة تانية والله أنا لو جبت لكم الإحصائيات مع فرق أخرى هتضحكوا لانه طبعا ان انت تكسب النادي الاهلي ده ما فيهوش مشكله على فكره ما هو ده شرف كبير وشرف عظيم دي بطوله في حد ذاتها لكل الانديه ولكن اشمعنى الاهلي انا قلت لحضراتكم لائحيا وقانونا وقانونا النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء او بيحاول ان هو مش بيحاول هو دايما النادي الاهلي بيطبق اللوائح والقوانين فبالتالي حاجات غريبه جدا ولكن ان شاء الله بكرة هنتكلم عن المباراة لسه في وقتها فاللي عايز أقوله لحضراتكم إن الحمد لله والشكر لله إنه خلال الفترة السابقة مجلس إدارة النادي الأهلي كون لجنة الجماهير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي ودكتور محمد شوقي ودكتور مهند ودكتور محمد سراج والأستاذ محمد الجرحي كلهم كل واحد فيهم من هذه الأسماء كان له دور كبير فيما حدث يوم الجمعة وبيان يوم الجمعة أو البيان اللي نزل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي حطوه لنا يا شباب البيان لو سمحتوا وطبعا عايز اقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان يعني مش عايز اقول لحضراتكم الدور الكبير عشان ما حدش يقول لك اصل انت بتطبل اصل انت مش عارف ايه ولا والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ولكن اللي هقوله انه في النهايه قدرنا نصل ان الجمهور هيبقى متواجد فين؟ في استاد القاهره اللي هو ايه؟ الملعب البديل اللي من حق النادي الاهلي لائحيا وقانونيا ان هو يلعب عليه. مفيش مشكله خالص ولكن للاسف الشديد مش عايز اتدخل في هذه الامور دلوقتي. ف دي كانت البدايه اللي جاي لسه واحده واحده هتشوفوا حضراتكم من خلال اعلان هذه الامور على صفحه النادي الاهلي هتعرفوا كل حاجه. ان شاء الله عام جديد عام جديد رائع يبقى فيه كل تحقيق مطالب جمهور النادي الاهلي وان شاء الله يبقى عام اتمنى ان يكون عام جيد لكل الالعاب في النادي الاهلي وللنادي الاهلي في كل شيء انتظروا الايام القادمه الاعلان عن رعاه جدد انتظروا في الايام القادمه الاعلان عن افتتاح لقريب للفرع الخامس ل... او المقر الخامس للنادي الاهلي انتظروا الاعلان عن صفقات جديده خلال الفتره اللي جايه انا عارف انا بقول لحضرتك معلومه وليس كلام شفنا قبل نهايه السنه الاهلي يواجه بيراميدز باستاد القاهره والسماح للجماهير بادوات التشجيع زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله خلال المرحله القادمه امور كثيره جدا جدا زي ما ما عارفين ومتعودين ان عندنا مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء عندنا فريق كلهم رجاله ودي رسالتي للاعبين كلنا في ظهركم جمهور لعيبه جمهور كل واحد من الجمهور اللي هو سواء صغير او كبير سيده او رجل كلنا في ظهركم كلنا ثقتنا كبيره جدا فيكم و... وان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه بكره وفي المباريات القادمه علشان النادي الاهلي هو فرحه جمهور هو اللي الجمهور دايما بيستنى النادي الاهلي هيعمل ايه فشكرا لكل جمهور النادي الاهلي على هذه الثقه الكبيره جدا والرسايل اللي وصلتني من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تليفوني انا بشكركم جدا 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 ولكن دايما قناه النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ستظل احنا بنشتغل على السياسه العامه للنادي الاهلي وليس شيء اخر